الجمال بالنسبة لي أنك تتقبلين عيوبك، تكونين واثقة من نفسك. المكياج بالنسبة لي أحب أستخدم الألوان لأنها تعبر عن شخصيتي، تعبر عن الحياة، تعبر عن الحب. كمؤثرة في مجال الجمال يهمني مرة أني أنشر رسالة أنك تحبين نفسك، تتقبلين عيوبك، لأنك كونك تكونين نفس ما أنتي بنفس شخصيتك وروحك، هذا اللي يخليك مميزة. الجمال بلا حدود.